متجهة إلى باريس لإحضار اللاعب الأردني أحمد أبو غوش اللي فاز بالميدالية الذهبية على مستوى العالم بالتايكوندو. نحن مبسوطين كتير وفخورين، وإن شاء الله تكون على متن الطائرة رحلة سعيدة باتجاهنا إلى الأردن لرفع الراية والاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم. أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله تكونوا مبسوطين معنا. المسافرين الكرام على متن هذه الطائرة، أهلا وسهلا بكم جميعا. معكم قائد طائرة كابتن هيثم الصحن. إن أعضاء طاقم هذه الرحلة وهم يرحبون باسمهم وبالنيابة عن أسرة الملكية الأردنية بالبطل الأردني أحمد أبو غوش ومدربه السيد فارس العساف وأعضاء الوفد الأردني المشارك في الأولمبياد، لا يسعدهم أن يرفعوا أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله والأسرة الأردنية الواحدة والسيد أحمد أبو غوش وعائلته الكريمة، متمنين له تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية العالمية ومواصلة رفع اسم الأردن وعلم الأردن عاليا. وألف مبروك للأردن هذا الإنجاز، فذهب الأردن شبابه. شكر أول شيء لله تعالى، بعدين لجلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني فضل الله، ولجميع العاملين في هذه الشركة الوطنية العريقة، وهي التي طالما كانت داعمة للرياضة الأردنية بمختلف مجالاتها من رياضيين والأردنيين عموما. أنا فخور إني راجع لأرض الوطن على متن النقل الوطني الملكية الأردنية، وأنا حامل الميدالية الذهبية لبطولة التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وأنا محقق ميدالية للأردنيين جميعاً ذهبية تاريخية تسجل للأردن في سجل الشرف الأولمبي. وأنا راجع اليوم لبلدي حامل هذا الشرف الرياضي العالمي. أشكر الملكية الأردنية على مبادرتها الطيبة واستضافتي أنا ومدربي فارس العساف على درجة كرام. كمان الزملاء الآخرين أعطاء الفريق الموجودين معنا على هذه الرحلة من باريس إلى عمان. يعني أحرزت هاي البطولة وهاي الميدالية لأنه كان عندي دافع كبير لأحقق أول ميدالية بتاريخ الأردن. كانت الميدالية هاي غالية كتير عندي وغالية للوطن بشكل عام، وكان الدافع أني أرفع العلم الأردني في الأولمبياد وأحقق أول ميدالية بتاريخ الأردن وأسمع السلام الملكي في صالة التايكوندو. أشكر قائد الطائرة ومساعد الأخوة والأخوات المضيفين والمضيفات مدير محطة الملكية الأردنية في باريس على اهتمامهم وترحيبهم فينا وحفاوة الاستقبال جميعا. هذه الميدالية وهذا الفوز نهديها لجلالة الملك أول شيء من الشعب الأردني، بعدين نهديها لاتحاد التايكوندو جميع أعضائه وإدارته وبرئاسة سمو الأمير راشد، وحب نهدي للجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل، نهدي لأهلي ولكل الوطن العربي حتى الوطن العربي اللي فرحوا معنا، نهدي لجميع الناس. أول الجول ذكر الله، والشياطين نخزيها، دق الفنجان بدلها، حول المعازيم وسقيها، هو يا بي يا بي يا بي يا الملكية الأردنية لكل لحظة حكاية.